وهذا سائل يقول: هل يجوز تقبيل مقام إبراهيم؟ لا، ما يجوز تقبيل شيء من البيت إلا الحجر الأسود فقط. الركن اليماني يستلم ولا يقبل، والحجر الأسود يستلم ويقبل أو يشار إليه، والركنان الشاميان لا يقبلان ولا يستلمان ولا يشار إليهما. فنحن نتبع ما جاء في الدليل. أما المقام، مقام إبراهيم، فالمشروع لنا الصلاة عنده. قال تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فإذا فرغ الإنسان من الطواف ووجد فرصة عند المقام يصلي، يجعل المقام بينه وبين الكعبة، يصلي ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتمسح به. نعم.